بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبح کے وقت پڑھی جانے والی قرآنی اور نبوی دعائیں، جو شخص ان دعاؤں کو روزانہ صبح اور شام پابندی کے ساتھ 13 مرتبہ پڑھ لے یا سن لے، تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے گھر میں سارا دن اپنی رحمتوں کا نزول رکھتا ہے اور اس شخص کو بے حساب رزق اور مال و دولت عطا فرماتا ہے اور اس کی آنے والی ہر مشکل اور ہر مصیبت کو دور کر دیتا ہے. جو شخص بھی ان قرآنی دعاؤں کو روزانہ پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر اپنی رحمتوں کا نزول ہمیشہ رکھتا ہے. ہم ان قرآنی دعاؤں کو انشاءاللہ عز و جل 13 مرتبہ پڑھیں گے. آپ نے بھی میرے ساتھ مل کر ان قرآنی دعاؤں کو 13 مرتبہ پڑھنا بھی ہے اور محبت کے ساتھ سننا بھی ہے. پیارے دوستو، ویڈیو کو لائک فرما دیں اور توجہ کے ساتھ سنیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی دین دنیا کی تمام بلائیں عطا فرمائے گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به،
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا.
ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدقت يا